بنرجع لحضراتكم من جديد، وكتير جدا من الكتاب سواء المصريين او العرب او الاجانب قالوا ان كل خطوه بنخطيها على ارض مصر تحتها تاريخ. تصدقوا اي مكان فيك يا مصر، اي محافظه، احنا ماشيين يا جماعه ستيب باي ستيب كده على التاريخ، فهدوا المشي شويه علشان تحتنا تاريخ. والكلام ده على فكره مش من فراغ، بالفعل كل مكان وراه حدث تاريخي، لكن للأسف في بعض الآثار زي ما نقولكم ما بنمشيش هادين كده على الأرض، لا احنا كمان أثارنا بتعاني من الإهمال ومن النسيان، وبالذات الأضرحة، الشخصيات اللي ممكن ما نكونش عارفين تاريخها بشكل كبير، دي موجودة بكثرة في القاهرة، وبعضها كمان للأسف صدقوا انه مش مسجل من اساسه. علشان كده عدد من المهتمين بالاثار قرروا قرار هايل ان هم يعيدوا الاثار دي والاضرحه دي للحياه مره ثانيه، واطلقوا عليها مبادره اسمها شواهد مصر. خلونا نرحب بضيوفنا صناع المبادره ونبدا نفهم منهم اكتر ليه اسسوها وليه عملوها ووصلوا لغايه دلوقتي لكام اثر. نبدا بمؤسس المبادره الباحث الاثري حسام عبد العظيم. اهلا وسهلا حسام. ومعانا كمان من عضوات المبادرة دكتور عفاف ممدوح، أهلا بيك يا عفاف، والأستاذة إيمان هاشم، أهلا بيك يا أستاذة إيمان. نبدأ الأول بمؤسس المبادرة، إيه اللي خلى حضرتك تلتفت للمبادرة دي وليه سميتوها الاسم ده؟ أولا اتشرفت جدا بوجود حضرتك يعني، وسعدنا جدا بالدعوة الكريمة، شكرا جزيلا. يعني هي الفكرة الحقيقة ان دايما الحاجات الحلوه جدا اللي بتحصل في تاريخنا تيجي صدفه. توت عنخ امون جه صدفه، اكتشافه يعني. اكتشافه جه صدفه. نفس اللي حصل كده معانا جت صدفه برضه. يعني احنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا في كل حته في تاريخ، احنا اصلا من الشعوب النادره جدا في العالم، في تاريخ العالم كله. احنا عايشين جوه التاريخ. متصل الشارع ده، الشارع اللي احنا ماشيين فيه له تاريخ. صح. المبنى اللي احنا عايشين فيه له تاريخ، وهكذا. فاحنا كل حته ماشيين فيها بنلاقي تاريخ، بنلاقي قبه، بنلاقي سبيل، بنلاقي هرم، بنلاقي ايا كان اللي بنلاقيه. صح. حتى الحجر بيكون له اصله تاريخ. فلما شفنا احنا طبعا كان طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هي يعني التواصل الرئيسي بالنسبه للناس حاليا في العالم كله. فطبعا كان جه من حوالي سنتين كده كان في قبه اسمها قبه الحصواتي. القبه دي عمرها ما يقرب من 900 سنه، قبه يعني جميله جدا، والمحراب اللي فيها من اروع المحاريب اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها، محراب معمول من الجبس. فحاجه بديعه جدا جدا، وهو من العصر الفاطمي. دي فين دي؟ موجوده في منطقه الامام الشافعي، عرفت الامام الشافعي. في الامام الشافعي. فالقبه ديت عشان هي يمكن مش مشهوره شويه، وهي ما بين المساكن، احنا برضو عندنا في الاثار الاسلاميه في مشكله بنعانيها في مصر. هي دي؟ ده إيه؟ دي العتب. خلي بالك احنا لما جينا اشتغلنا فيها تنظيف، ده المنسوب اللي كان عليه القبه، شايفه ده المحراب ابيض، ده المحراب بتاع قبه الحصواتي قبل التنظيف. اوكي. قبل ما احنا اشتغلنا ده المحراب بقى، الجبس الجميل. فالزباله دي كلها كانت موجوده داخل القبه. فاحنا جينا شفنا القبه ده، شفنا بقى، انا عن نفسي شفت الصوره بتاعت القبه، فقلت طب احنا ليه ما نبداش دي بعد التنظيف. الله، ايه ده؟ طبعا في فرق كبير، رجعتولها كرامتها. يعني الحمد لله بجد، كان التوفيق من ربنا حقيقي. فقلنا طب احنا ليه ما نحاولش كمجتمع مدني، كناس عايشه، يعني مش كل حاجه الدوله والجهاز الاداري للدوله هيقدر ان هو ينفذها بنفسه، طب احنا ليه ما نقدرش ان احنا نشارك بده ونبدا ان احنا نعمله بنفسنا. ومن هنا جت الفكره. بدانا نتواصل مع وزاره السياحه والاثار، مجلس السياحه والاثار، وتواصلت مع كان وقتها نائب رئيس القطاع ودلوقتي حاليا القائم بعمل رئيس القطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه دكتور ابو بكر. والحقيقه لما قلت له على المساله ديت وجدت ترحيب كبير مني، طالب تعالوا قدموا طلب. وبالفعل رحت قدمت طلب. عايز اقول لحضرتك، قلت فيه ايه الطلب؟ ممكن ننظف الطريق؟ يعني ممكن ننظف القبه؟ يعني صيغه، عايز اقول لحضرتك بسيطه جدا. تعرف ايه نوع الطلب؟ يعني انت ما بتطلبش حاجه، انت جدا احنا شباب مصريين حابين ان احنا نساعد وان احنا ننظف المكان، فاسمحوا لنا ان احنا ننظف قبه الحصواتي اللي موجوده في امام الشافعي. عايز اقول لحضرتك هو قال لي في الاول احنا يعني هنقدر ان احنا نوافق عليها في خلال 48 ساعه. طبعا 48 ساعه في جهاز الاداري الدولي للحكومه دي حاجه شويه غريبه. علمي. يعني ازاي 48 ساعه؟ انا قدمت النهارده مثلا الساعه 2 الظهر، تاني يوم 9:30 الصبح مدير عام المناطق بيكلمني، يا استاذ حسام هتنزلوا انت تنظفوا؟ جات لنا الموافقه. اقل من 24 ساعه
بدأتوا. بدأنا احنا ايه نتواصل بعدها باسبوعين مباشرة نزلنا، كان يوم 26 سبتمبر. لا لا لا، الموافقة جات لكم في 24 ساعة وبعدها باسبوعين تنزل. ده انتوا مقصرين. شوية شوية الحمد لله. فجينا 26 سبتمبر 2020 نزلنا، كنا 9 أفراد. ده انت على بال بقى ما كونت الجروب. بالظبط بالظبط بالظبط، 9 أفراد وناس بقى من مختلف. عايز اقول لحضرتك كان نازل معانا مهندس معماري، كان نازل معانا دكتور طبيب امراض النساء والتوليد، كان نازل معانا شباب دارسين تاريخ والتراث، انا نفسي متخصص في الاثار المصريه القديمه. فمن مختلف التخصصات مختلف الاعمار، كان معانا ناس فوق 60 لحد الشباب الصغير. فنزلنا جبنا الكواريك وجبنا الفرش اللي هي بتاعت التلوين الصغيره عشان ننظف المحراب العظيم اللي شفناه من شويه. واحنا ننظف خدت مننا حوالي 7 ساعات، طلعنا منها حوالي 2 طن رديم وزباله بس في خلال 7 ساعات ده. وسلمناها سلمناها للوزاره في يومها. اوكي، يعني خدنا يوم كامل بس فيها. طيب احبطني دي كانت البدايه بقى. لا ثانيه واحده. احبطني. بتروح تزورها؟ طبعا لازم متابعه. اخبار الزباله ايه؟ شوفي، هو الحمد لله بعد سنه فضلت نظيفه تماما. مع ان احنا كانت في مشكله طبعا، احنا في حاجه لازم بنعملها، المتابعه زائد التوعيه. احنا ما ينفعش ننزل ننظف اثر لان احنا شباب هنيجي مره واحده، مش هنيجي كل يوم. فلازم بنعمل عمليه المتابعه مع الاهالي ونعمل عمليه توعيه. فاكتشفنا واحنا بنبحث في المصادر التاريخيه بقى ايه، ان القبه ديت ما اسمهاش قبه الحصوات ولا حاجه، مدفون فيها واحده من ال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسمها ستنا زينب الهاشميه، مدفونه تحتها. ده بس غير سيده زينب. غير السيده طبعا زينب الكبرى. غير أوكي. لكن هي من الزيانب، من قال من قلبة النبي عليه الصلاه والسلام. فهي مدفونه السلام. فبدانا ان احنا نوعي المحيطين عشان يحموها، هم اللي يحموها مش طبعا ما دام يعني من بيت النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لا يمكن يعني اللي هيحاول يرمي ورقه هيفكر مرتين. هيوقفوا له ساعتها بقى. طبعا. فكان من ضمن المشاكل الموجوده في القبه ان الشباك بتاع القبه اللي في رقبه القبه الشبابيك دي مفتحه، فاي حد يقدر ان هو يمد ايده ويرمي حاجه. تمام. فاحنا بدانا ان احنا نتواصل مع الوزاره، يا وزاره الاثار القبه اولا محتاجه سور وثانيا محتاجه شبابيك. الحقيقه هم عملوا السور بعدها، الشبابيك فضلت شويه لحد ما فضلت حوالي سنه نظيفه او سنه ونص تقريبا، ما شاء الله نظيفه جدا الحمد لله. جيت بعد كده مريت عليها، بدا في تراكمات تاني، الناس بدات تنسى. الشبابيك ما اتعملتش وقتها، فبدات ان احنا نعمل شغل تاني ونبدا ان احنا نحاول ان احنا نعمل الشبابيك دي. بعدها الحقيقه وزاره الاثار يعني مشكوره، عملوا فعلا كفر للشبابيك، وبالفعل عملوا عليها سلك بحيث ان ما حدش يقدر يرمي فيها دي. فكانت حاجه ممتازه ولغايه دلوقتي نظيفه. نظيفه زي الفل. طب اسمح لي اخد الجوله بقى، لان طبعاً المجهودات زي ما حضرتك قلت، انت حضرتك بتطلع بفكره صحيح، ولازم يبقى في تيم متكامل يحصل صحيح. فيه دكتور عفاف، حضرتك دكتوراه في السياسه والاقتصاد، يعني بعيده كل البعد عن السياحه وعن الاثار وعن كل ده، ايه اللي جذبك للتيم؟ انا في الحقيقه شفت حسام وشفت الشباب بعد ما نظفوا قبه الحصواتي، نزلوا الصور قبل وبعد على الفيسبوك، فحسيت انه شغل عظيم جدا. ايه ده، ايه الروعه دي؟ فبدات انا وغيري نتواصل معاهم، ازاي يا جماعه نبدا نشارك معاكم، وازاي نقدر نساهم، والمساهمه دي هتكون مساهمه معنويه ولا هتكون مساهمه ماديه. فلقينا منهم قبول انه لا، احنا بعد كده اي فعاليه هتحصل هتبقى فعاليه معلنه، واللي حابب يتطوع يقدر يتطوع. فمن تاني فعاليه على طول عملناها كانت تنظيف سبيل أميل شيخه، وهو يعني سبيل جميل جدا. وبعد كده الوزاره مكانه فين؟ في باب الوزير. في باب الوزير. يعني انا نزلت ساهمت معاهم، ومن ساعتها وانا السبيل ده يعني ميه. صح. ومعنى كده ان انتوا يعني نزلتوا على عمق بقى. وما ادركوا ما لقيتوا يعني. طبعا وكانت فعاليه جميله جدا، وكان عدد المشاركين فيها كبير جدا، وبنات وشباب ومن مختلف الاعمار زي ما حسام قال. ونزلت كام بروجكت لغايه دلوقتي؟ لا مش فاكره، بس ممكن تقريبا 12. ده انت يعني عايشه انا لا وانا فعلا حبيت جدا المبادره، وانا كنت حابه اصلا الاثار الاسلاميه. كون ان احنا هنا يعني دايما مهتمين بالاثار المصريه القديمه، وما فيش توعيه كبيره بالاثار الاسلاميه، الاثار القبطيه، مع ان هي كتيره جدا طبعاً. وجميله جدا طبعا. حتى محتاجين ان السياح اللي بيجوا البلد بيموتوا في ان
هم يشوفوا الآثار الإسلامية والقبطية، يبقوا جزء من البروجرام بتاعهم ان هم مش بس يزوروا الأهرامات، مش بس يزوروا المتاحف، لا احنا كمان عايزين السياحة تكون شاملة الأماكن الأثرية الإسلامية والقبطية. طيب أستاذة إيمان، الجروب ده علاقتك بيه ايه، وتعرفتي عليهم امتى، ونظفتي ايه، ورحتي فين؟ انا تعرفت على حسام تقريبا 2015، كان عامل ايفنت جبار في المتحف الاسلامي. انا شفت حسام شاب الحقيقه بروميسنج، وانا بسميه مصنع الافكار. حسام عمل فعاليه جمع فيها 1000 بني ادم في المتحف الاسلامي. اوكي. وقدر يسيطر انه يقسم الناس لجروبس، وكل جروب بتيم ليدر، ما حصلش اي لخبطه، الناس كلها استمتعت، ثم قفل الليله بحفله بسيطه تنوره. الروح والسيطره اللي عملها لفتت انتباهي ليه، ففضلت اتابعه على السوشيال ميديا الى ان جيت انا عملت دبلومه ارشاد سياحي. فطلعت معاه مره شرح لنا المتحف المصري، فلقيته كل مره كنت بشوف حسام انا بشوف شاب يا ريت يا جماعه كلنا نخلي بالنا منه. Very promising. الشاب بيتحول وهو بيشرح وهو بيتكلم في وسط الاثار. لا ده شاب عاشق، غير قدرته الفظيعه على خلق افكار. احنا مش بس شواهد مصر، حسام عنده كميه افكار ومشاريع فظيعه. فضلت اتابعه لغايه ما ابتديت اشوفه ابتدى ينظف ويعمل، فقلت له من فضلك انا عايز انزل معاك. انا يمكن اكون احدثهم. يعني اكبرهم سنا، فانا مش من الشباب قوي، ما عندناش الكلام ده، ما بنتكلمش الكلام ده، العمر مجرد رقم. انت طلعنا عوارض بصراحه. هي دي بقى ميزه بقى نزولي معاهم، وهم كلهم مجموعه شباب. انا فعلا انا برجع بعمري كتير جدا. انا عايزه اروح للي بيقولوا عليه ورا الكواليس. حسام فيما ورا الكواليس هو شاب مكنه صنع افكار، فدي 1 بوينت. البوينت الثانية انه قادر لما يخلق فكرة يجمع ناس عليها، زي هو ما اشار احنا كلنا مختلفين. يعني انا اصلا بس بشتغل في بنك، ماليش علاقة بالحدوتة خالص. لا ارشاد سياحي وبنك وبعد كده شواهد مصر، يعني لا في في كتير في انشطة. يعني هو عنده القدرة انه يجمع الناس من خلفيات مختلفة، اعمار مختلفة، مش حد كتير قادر يعمل ده. وممكن حضرتك تجمعي ناس بس الفكرة ما تستهويش قوي فيتفرقوا عنك. لا هو بيعرف يخلق حب للفكرة. طب واللي بيحبها، القصة مش سهلة، لأن أنا أول مرة اشتركت معاهم مثلا وأنا مروحة أنا لوني جراي حرفيا، ما فيش تاكسي راديو قفلي وأنا مش فاهمة في إيه. لما قعدت جوه التاكسي وبصيت في المراية أنا عرفت أنا لوني رمادي، أنا في حشرات ماشية عليا. الله، القصة مفزعة. وإحنا بنشتغل وبننظف بيحصل تفاصيل كتير، يعني غير إن إحنا بنشوف حشرات وحاجات، إحنا أحيانا بنتعرض لمواقف يمكن فيها نسبة خطورة أو حاجة، أحيانا بنقع، أحيانا بنتعرض لنوع من الحوادث. ممكن حضرتك تفكري انه لما نتعرض لده هنروح مش هنرجع. البنوته اللي تعرضت لموقف من ده كلنا خايفين، قامت مبتسمه قالت ما تخافوش، قامت اشتغلت. خلصنا شغل، قعدنا فطرنا كلنا جنب كوام الزباله اللي جمعناها في شويله، بتوع الحي اللي بينضفوا معانا واللي هيشيلوا ورانا اللي احنا طلعناه بيفطروا معانا. فانا برضو عايزه اقول ان حسام عامل، هي مش فكرة المبادرة بس، هي مش فكرة تنظيف الأثار بس، هي فكرة روح وحياة. ومكان كان ميت ومش نظيف حوله إلى مكان بترجع له الحياة تاني. صح، بقى مزار تاني. طبعا الوزارة هتستلم ورانا هترمم، فبدل ما كان مقلب زبالة بقى حاجة رجع لها الحياة تاني. في حاجة أهم، أهل المنطقة اللي بيرموا الزبالة هنا لما يلاقونا بننظف، ولما يلاقوا المكان اللي عينيهم شافته زمان بشكل ونسيوه بعد كوام الزباله. دي نقطه مهمه. انا عايزه اقول لحضرتك بيجيبوا لنا فطار، بيبقوا فرحانين. ما يرموش الزباله تاني. نو.
بقوا يمنعوا. احنا ذاكرتنا ذاكره السمكه، يعني انا حابه المكان ده دلوقتي ما لقيتش البن بتاعت الزباله الكبيره هرمي في اي حته. فدي زي ما حسام قال محتاجين كل فتره انكم ترجعوا حتى تتصوروا، يعني مجرد انكم تبقوا تيم وتتصوروا وتكتبوا السنه على الصوره وتعملوها على السوشيال ميديا، ده هيفكر الناس من غير مجهود اضافي للمكان. طب بس حسام انت يعني في اثار كتير لسه عايز تتنضف؟ طب ومالكش فروع في المحافظات؟ بصي هو اصلا يعني احنا كنا بدانا باسم سيره القاهره، فكنا كان الاهتمام بتاعنا في النطاق الجغرافي بتاع القاهره. غيرت الاسم كده خليته شواهد مصر عشان انا عايز اطلع النطاق الجغرافي بره القاهره يبقى المحافظات. بس كل حاجه لازم تبدا واحده واحده، فاحنا بدانا برضو من القاهره، لكن احنا الحمد لله في يعني في بحث دائم شغال ان احنا ايه في المحافظات بالظبط. كنوز صحيح، كنوز صحيح صحيح. احنا بس لو خدنا بس اشاره واحده بس لمدينه اسنا العظيمه اللي موجوده في الصعيد شمال الاقصر، حاجه يعني بديعه فيها بيوت تراثيه مش موجوده في اي حته ثانيه في مصر خالص، وعلى فكره غير مسجله، غير مسجله كاثر. احنا هنا لما بنيجي نشتغل احنا اسنا ما بنعرفش فيها غير الهويس لا والمعبد يعني دي بنقف فيها غصب عننا صحيح. فنلحق جري ننزل نبص على المعبد صحيح. اذا فاتح لكن ما نعرفش اذا كان فيها حاجات تانية ولا لا. ده مليان يعني اسنا مليانه اثار مصري قديم اسلامي قبطي حديث، يعني هي كولكشن كده على بعضها كوكتيل أثار صغيره يعني، ومع ذلك فيها حاجات عظيمه جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا بيت ساكنينه مثلا اخوه اقباط مسيحيين، فتلاقي عاملين العتب بتاع الباب خشب ومرسوم عليه الصليب من يمين والشمال، مكتوب عليه بالعربي قبطي ومترخ عليه التاريخ بتاعه بالقبطي بسنة الشهداء. فدي مثلا حاجه مثلا عمرها 300 سنه، حاجه عمرها 250 سنه 200 سنه اثر ولكنه غير مسجل. ففي حاجات كتير جدا بالمنظر ده في اسنا. فاحنا ان شاء الله يعني قدامنا ان شاء الله ان احنا نقدر نشتغل في المحافظات، بس واخدينها ايه يعني خطوه بخطوه. بس في نفس الوقت طبعا احنا شغالين في اكتر من حاجه. يعني مشروع التنظيف ده اللي احنا شغالين فيه الحمد لله لحد دلوقتي عاملين 11 اثر من اول وكلهم في القاهره لغايه دلوقتي حتى الان. طب قول لي كده اسرد لي اسماء، يعني مش هخليك تتكلم بالتفصيل. اول حاجه الحصواتي مش مشكله. اول حاجه الحصواتي ده قبه 900 سنه تقريبا. تاني حاجه سبيل شيخ العمري ده عمره حوالي 660 سنه حاجه كده، عصر مملوكي. بعد كده اشتغلنا في حاجه من عهد محمد علي الكبير، سبيل عظيم جدا، سبيل اسمه حسن اغا ارزنكان، موجود في شارع تحت الرابع جنب باب زويله بشويه او قريب منه. بس ده شغال؟ لا ده هو مقفول. بصي هو كل في سبيل انا رحت وصورت فيه مره شغال، يعني في اسبله فعلا مفتوحه طبعا للزياره، بس كل الاثار اللي احنا خدناها لحد دلوقتي هي مغلقه. اوكي. عشان كده بيتكون جواها اتربه رديم وما الى ذلك. في بعد كده بقى عملنا اثارين في يوم واحد اول مره تحصل. ده الحصواتي طبعا ده اللي شفناه في الاول. مظبوط كده. في بقى الاثر الرابع والخامس عملناه في يوم واحد. اول زاويه اتبنت في مصر للصلاه في العصر العثماني بعد دخول سليم اول مصر، اسمها زاويه الشيخ حسن الرومي. دي موجوده جنب باب القلعه على طول. حسن الرومي. الرومي. فحسن الرومي ده الزاويه بتاعته هي مجموعه اللي باقي منها دلوقتي زاويه. الزاويه دي كان جواها حوالي 5 طن رديم وزباله جواها. وقدامها قبه من العصر المملوكي خدناهم الاثنين في يوم واحد، اسمها قبه سيدي سليمان ابو جاموس او اركماس الاشرفي. القبه والزاويه نضفناها في يوم واحد، طلعنا منهم حوالي 8 طن زباله تقريبا ورديم في يوم واحد الحمد لله، بتاع حوالي 8 ساعات شغل. كان عدد المتطوعين بيوصل اليوم حوالي 40 متطوع. فكان يوم يعني في عشق التراث، يعني حاجه كده جميله والنتيجه عظيمه. النتيجه الاعظم لما حضرتك بتعملي حاجه تديها هديه للدوله، انا عملت حاجه وشاركت وساعدت اتفضلوا، بيكملوا بعد كده بقى ترميم. فالدوله تقوم دخلت الوزاره تقوم تدخل ترمم وبعد كده ايه بيتم افتتاحه طبعا. فده تكمله للشغل. طب سؤال عرضي كده هرجع للبنات تاني، بس يعني في نقطه، هل انت بقى كمرشد سياحي بتاخد سياح وتوريهم الاثار اللي اتظبطت دي بقى؟ هو الاثار يعني عشان بتحطهم في جدول الزيارات؟ بصي هو طبعا اساسي من بره، اساسي من بره، لكن جوه لان الاثار دي حتى لو احنا بنيجي ننظفها الوزاره مش بتكون مستعده اتم الاستعدادات تفتحها بعد التنظيف مباشره، لان ممكن تكون محتاجه ترميم او حاجه، تحتاج صيانه حاجات بالظبط كده. فهم لازم ياخدوا وقتهم شويه في الصيانه والترميم عشان بعد كده يتم افتتاحها بشكل رسمي، وبعد كده ممكن
تعاد استخدامها ودي حاجه ممتازه جدا جدا. ان هو لو أنا في منطقة لو سبيل مثلا بالظبط لما اكون انا واحد ساكن مثلا في منطقه الحطاوه والاقي جنبي سبيل تحفه جميل جدا هيستعملوه وانا عندي المقدره ان انا اخده من الدوله اجره وادي لها مقابل بس اجره استخدمه في حاجه بما يتناسب مع قيمه القصر وبما يتناسب مع طبيعته. يعني مثلا ما ينفعش مثلا اعمل فيه بس انا متهيالي القنوات بتاعت الحاجات دي اتسدت من زمان. لا 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 موجودة؟ حتى الان لو حضرتك رحت الخياميه احنا من ضمن الاصناف نظفناها الخياميه على فكره خيامية حضرتك شارع الخياميه دوت على يمينك ولا شمالك بتلاقي محلات صح كده؟ صحيح. لو احنا زباله المحلات دي كلها وراها لا لا مش زباله المحلات بس هتلاقي لو خدتي بالك شويه ركزي المره الجايه هتلاقي فوق المحلات دي على اليمين وعلى الشمال في دورين وسقف في مشربيات مش عارف ايه اللي على اليمين وعلى الشمال دول عباره عن مبنيين. المبنيين دول عباره عن حاجه اسمها الربع. الربع ده زي دلوقتي الفندق كان تجار بتوع زمان بيجوا يبيعوا حاجات في المحلات اللي تحت ويبيتوا فوق تمام كده. فاحنا خدنا الربع الغربي ده حوالي مساحته حوالي دخلت في حوالي 1250 متر مربع حاجه مهوله جدا على ثلاث ادوار او دورين وسطح. اشتغلنا فيه نظفناه في ست ايام طلعنا منه حوالي 3 طن عارفه الغبار الخفيف تبقى تحت الكباري وفي الطرق طبعا من جواه عشان هو بس اتقفل لمده 24 سنه فتكون 20 سنه واحنا دوله تكون فيه صحراء الغبار ده اكتر حاجه يعني فيه رعب بالظبط فتكون فيه الغبار الخفيف ده فطلعنا منه 3 طن طبعا ده كان حاجه يعني كبيره قوي. انتوا اكيد رحتوا لدكاتره حساسيه تعبنا تعبنا حبتين بس تقدر الدوله ان هي تعيد استخدامه اللي قدامه لحد دلوقتي متأجر بيتم اعاده استخدامه ففكره اعاده الاستخدام دي موجوده طبعا. عفاف انا عايزه برضو اعرف ده غير وجهه نظرك يعني في الشغل وحاجات مختلفه قد ايه البروجكت ده؟ طيب احنا في الاول يعني عايزين نتكلم ان الشباب عندهم طاقه مهوله جدا لو احسنوا استخدامها واحنا هنا في مبادرات كتير جدا مش بس عن الاثار عن التوعيه وحاجات عن البيئه وما الى ذلك. لو الشباب كلهم ادوا الطاقه بتاعتهم في خدمه مجتمعيه طبعا هنبقى يعني عملنا عمل ممتاز جدا مش بس في الاثار في غير الاثار طبعا. حاجات كتيره جدا طبعا طبعا. طيب ايمان ايه يعني نفس السؤال اتغيرت فكرتك يعني عن المواضيع دي كلها ازاي اثرت فيكي هتعملي ايه بعد كده؟ يعني هو يمكن في عمري بشوف انه كتير من الجيل اللي موجود دلوقتي لا بقينا يعني مايسين شويه مش ناشفين شويه مش مرتبطين ببلدنا شويه. جيلنا احنا بتاع الكراسه اللي من ورا الصغير يحترم الكبير واغسل ايديك لينا حاجات مختلفه. لما نزلت مع الشباب انا شفت جيل شباب فيهم ولد اسمه عمرو عصام وغيره وغيره مش عايزه يعني انسى حد. الولاد دي تشرح القلب الطاقه بتاعتهم والحب وانه ازاي الرغبه انه الاماكن اللي حضرتك شفتيها تتحول من المنظر ده لده. الولاد دي بتدرس دكتوراه وبتدرس ماجستير وبتدرس هندسه لكن واقفين في قبه يونس الدوادار يا حسام كان ليها كفر كده كان لازم ننظفه بعد ما خلصنا كل حاجه. حضرتك شوفي الشباب وهم نازلين يغسلوها على ايدهم وخايفين لا تتقطع وبعدين وهم بيلبسوا الضريح تاني النضيف بقى انا استعدت ثقتي فيهم دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي عايزه ارجع اقولها انه حسام احنا مش بننظف وبس حسام بينزل بفريق تاني من فنون جميله شباب بدكاترتهم يرسموا بقى. ويرسموا ده جمال تاني بقى وبترسموا بتاخدوا يعني ترخيص بالرسم على الحاجات دي طبعا. الاثار هي مش ملكيه شخصيه هي ملكيه عامه فلازم احنا بنرجع للوزاره بنستاذنها طبعا. هو بيبقى الرسم طبعا بيبقى من بره بس احنا تعقدنا نعمل فقره تانيه عن الرسم عشان مش كل الرسم ان في رسم اوت قوي يعني صحيح. anyway, يعني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا مجهود رائع اللي بتعملوه اثارنا وكل حته في مصر تستحق مننا ان احنا ننزل وننظفها وناخد بالنا منها ونعلم ولادنا يحترموها. بكده هتكون فعلا مصر كويسة ويبقى في حاجة تبصلها للمستقبل اللي جاي بفخر.
بشكر الباحث الأثري حسام عبد العظيم، وطبعا عضوات المبادرة إيمان هاشم وعفاف ممدوح، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم، وأكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة في حلقتنا. بكرة بإذن الله يا رب حلقة جديدة ويوم جديد، يا رب أشوفكم في حلقة جديدة من ست الستات. باي.